السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إسلام البلشة. النهاردة إن شاء الله معانا شرح جديد، هنشوف فيه إزاي نقدر نثبت الإضافة بتاعة لعبة ليتل نايت ميرس، الإضافة اللي نزلت إمبارح أو أول إمبارح تقريبا. الإضافة نازلة بعنوان اللي هو ليتل نايت ميرس سيكريت أوف ذا ماو شابتر 2. دي الإضافة. اللعبة طبعا ملهاش علاقة بالجزء الأول. دي اللعبة دي دمجة الجزء الأول مع الجزء الثاني، يعني لو سطبت الجزء ده وفتحته هتلاقي فيه المهمات بتاعة الجزء الأول، ممكن تلعبها عادي، وبالإضافة إلى الجزء الجديد اللي هي الإضافة اللي نزلت امبارح. هقول لك النهارده ازاي تقدر تحمل الاضافه دي وكمان تثبتها، وكمان هنجرب اللعبه مع بعض. حجم الاضافه تقريبا 3 جيجا ونص، اللي هي دي تقريبا 4 جيجا كمان. هتلاقوا الروابط بتاع التحميل هتلاقيها موجودة في الوصف. لو انت حملتها مثلا من موقع سكيدرو، انا محملها من موقع سكيدرو، فجاي بالشكل ده اللي هو علامة الايزو. معظم الناس لما بتشوف الالعاب بايزو كده بتقلق وبتقول مش بعرف اسطبها والكلام ده. هي مش محتاجة اي برامج خالص، حتى في ناس بتقول لك حمل برنامج باور ايزو مش عارف حمل برنامج ايه. احنا من غير ما نستخدم اي برامج خالص، فانت بس هتجيلك بالشكل ده، تضغط عليها ضغطتين بتجيلك اللعبة بالشكل ده. بتروح من هنا على اللي هي كلمة سيت اب، بيجيلك يس ونو، بتضغط بعد كده على يس. بعد كده بيفتح معاك الملف بتاع التثبيت او البرنامج بتاع التثبيت. طبعا هو ظهر لك هنا كأنها اسطوانة لانك ضغطت على ملف الايزو ضغطتين، تمام؟ فتسيبها زي ما هي، ما تقفلهاش. طيب دلوقتي هنشوف ازاي تسطب اللعبة بتاعتنا. بتجيلك طبعا بالشكل ده. اللي مكرك اللعبة فريق اسمه كودكس، طبعا فريق مشهور وكل معروف. دي لو عايز تعمل نسخة او صورة من اللعبة على سطح المكتب، بس انا مش عايزها اشيلها. وديت لو عايز تعمل نسخة في قائمة ستارت برضو مش عايزها، ملهاش اي لازمة عادي، تمام. دي دلوقتي لو انت عايز ده تختار مكان التثبيت بتاع اللعبة. انا هختارها مثلا في نفس الجزء هنا، اقول لها اوكي خلاص. يعني هنا بتختار المكان بتاع تثبيت اللعبة، وديت لو عايز نسخة في قائمة ستارت. وهنا بيقول لك اللي هو بيستخدم الرامات ومش عارف ايه، ثواني. المربع ده لو ضغطت عليه ده بينقل ملفات الكراك تلقائي بعد ما بيخلص تثبيت. يعني لو رحت هنا ورحت على المكان اللي بنسطب منه هتلاقي هنا الملفات بتاعة الكراك اللي هو الكودكس اللي انت بتنقلها بعد ما بتخلص تثبيت. بس لما بتعلم على العلامة دي هو بينقل لك الملفات بتاعة الكراك بعد ما بتخلص على طول، بينقلها لك تلقائي، تمام. بعد ما تخلص الاعدادات دي بتروح بعد كده على انستول، بيبدأ ان هو يثبت اللعبة معاك بالشكل ده، تمام. ما بياخدش وقت طبعا على حسب حجم اللعبة، وزي ما انتم شايفين التحميل ماشية. طبعا الامكانيات بتاعت اللعبة دي هي نفس الامكانيات بتاعت الجزء الاول او الاضافة الاولى من اللعبة. هتلاقوا الامكانيات ظاهرة قدامكم على الشاشة دلوقتي، هي نفس الامكانيات، مش فرق فيها حاجة. بعد ما تخلص التثبيت معانا هنجرب اللعبة مع بعض من برنامج التصوير باند كام، وهوريكم ازاي تقدروا تفرقوا او تجيبوا المهمات بتاعت الجزء الاول، وكمان ازاي تقدر تلعب المهمات بتاعت الاضافة الجديدة. هوقف التصوير دلوقتي لحد ما يخلص تثبيت، وبعد كده هرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين دلوقتي كده اللعبة خلصت تسطيب معانا. هتضغط من هنا على فينش. بعد كده لو رحت على المكان اللي سطبنا فيه اللعبة دي دلوقتي ممكن تلغيها عادي. طبعا لو انت علمت على علامة الصح اللي قلت لك عليها، اللي هو علشان ينقل ملفات الكراك تلقائي، كده خلاص تقفل ده عادي، مفيش لها اي لازمة دلوقتي. بعد كده هروح على المكان اللي سطبت فيه اللعبة اللي هو ده، اللي هو فين، عفوا، اهو ده المكان اللي سطبنا فيه اللعبة دي. اللعبة دلوقتي عندي، هتلاقي اللعبة عندك شغالة من غير اي مشاكل. دلوقتي هنقل، لو عايز تلاقي اللعبة طبعا هتلاقيها تقريبا هنا اهي، تمام. هقفل دلوقتي التصوير ببرنامج كامتازيا، واكلمكم دلوقتي من جوه اللعبة ببرنامج باند كام، تابعوني. ورجعت لكم تاني من جوه اللعبة. تعالوا دلوقتي هنشوف القوائم بتاعت اللعبة عاملة ازاي، وازاي تشوف اللي هي المهمات بتاعت اللعبة بتاعت الجزء الاول وكمان بتاعت الجزء التاني. بيجيلك الشكل ده اللي هو علشان تختار مستوى الإضاءة بتاع اللعبة. هخليها مثلا كده، وبعد كده هضغط اوكي. هو دلوقتي بيبدأ يعمل ملف الحفظ بتاع اللعبة بتاعتك اللي هو بيبقى في ماي دوكيمنتس. بعد كده بيجيلك شكل اللعبة بالشكل ده. عندك هنا نيو جيم، وعندك هنا شابتر سيلكشن. تعالوا الاول نشوف الاعدادات بتاعت اللعبه. دي الاعدادات بتاعت اللعبه عندي، تمام. بتغير انت حسب ما انت عايز. بعد كده بتضغط من هنا على شابتر سيلكشن،
لو ضغطت نيو جيم بتبدأ تقريبا من الاول تاني، بتبدأ من اول اللعبة وبتكمل كمان اول او الجزء التاني بتاع اللعبة او زي ما انتم شايفين اللي فاضل اللي دي اللي هي المراحل بتاعة الجزء الاول. انما لو نزلت تحت اهو دي المراحل بتاعة الجزء الجديد بتاعتنا، بتضغط من هنا تضغط عليها بعد كده هتبدأ المرحلة بتاعتك بتاعة الجزء الجديد. طبعا هي دي تكملة للقصة بتاعة الجزء الاول. زي ما قلت لك لو ضغطت تقريبا على نيو جيم بتبدأ ان انت بتبدأ اللعبة كلها بالمراحل الاولى، مراحل اللعبة بتاعة الجزء الاول وكمان الاضافة الجديدة. تحكمات اللعبة طبعا بالحرف اللي هو دبليو والدي والاس والايه، وكمان اللي هو زرار الكاترل والماوس، دي التحكمات بتاعة اللعبة بتاعتك. هنستنى دلوقتي لما تفتح معانا ونجربها مع بعض. تبدأ يجيلك اللعبة بالشكل ده، بتمشي طبعا بحرف الدي او كده. طبعا لو في بطء دلوقتي في اللعبة ده علشان التصوير بس مش اكتر. وفي الجزء الجديد ده بتلعب بشخصية جديدة اللي هي اللي قدامك دي، مش الشخصية بتاعت الجزء الاول. طبعا زي ما قلت لك هتلاقوا الروابط بتاع اللعبة دي موجودة في الوصف، ودلوقتي اكيد انتوا عرفتوا ازاي تقدروا تسطبوا اللعبة. هتلاقوا طبعا روابط كتير، هتلاقي اللعبة مثلا متقسمة على 4 روابط، وهتلاقي الروابط كمان تورنت، وكمان هتلاقي لعبة على رابط واحد. اللعبة زي ما قلت لك حجمها 4.5 جيجا او 3.5 جيجا او 4 جيجا، هتلاقوا الروابط موجودة في الوصف. كده انتهى الدرس بتاعنا النهاردة، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.